بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يحكي عن أحد الآباء الكهنة كانت لديه ساعة بكتينة يعلقها في جيبه، فجاء إليه في الكنيسة شاب ليعترف وركع أمامه بانسحاق قائلا: حللني يا أبي لأني سرقت. فسمع الأب الكاهن باقي اعترافه وصلى له التحليل. وبعد أن مضى هذا المعترف من الكنيسة، بحث الكاهن عن ساعته فلم يجدها، فعلم الكاهن أنه كان من الواجب أن يسأل هذا الشاب الذي اعترف بسرقته: هل أرجع السرقة لأصحابها أم لا؟ لقد قال زكى للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف. فعلى الأقل كان من الواجب سؤال هذا الشاب ما الذي سرقه، أو هل أرجع السرقة لأصحابها أم لا. وهنا تظهر أهمية الحكمة في وكيل الله، وتوضح هذه القصة أهمية اقتران الاعتراف بالتوبة. ولا بد أن يكون أب الاعتراف حكيما في وقت الاعتراف ليقود المعترف إلى توبة حقيقية، ليس مجرد كلمة الله يحلك، بل يجب أن يقيم توبته، يزينها ويرى هل هي توبة حقيقية أم لا. هل أرجع ما هو عليه؟ هل أصلح ما أفسده على قدر ما يستطيع؟ إذا شتم أحد هل اعتذر له؟ لابد من أن يقيم الأب الأسقف أو الكاهن اعتراف الشخص وتوبته، هل هي توبة حقيقية؟ ووقتها يسمع المعترف نفسه عبارة: يا ابني مغفورة لك خطاياك، كما سمعها المفلوج من فم السيد المسيح له المجد. يسمعها المعترف من فم الأسقف أو الكاهن في عبارة: الله يحلك، بسلطان الروح القدس الممنوح للأب الأسقف أو للأب الكاهن، فينال الغفران باستحقاقات دم المسيح. وجاء إنسان ذات يوم يلتمس حلا عن خطية قتل قد ارتكبها، وكانت القضية ما زالت التحقيقات تجري فيها، إنما أراد أن ينال الحل من الناحية الروحية بتقديم توبة واعتراف. وأراد الكاهن تقييم توبة هذا المعترف، فسأله عن سبب القتل، وعرف أنه بسبب مشاجرة وخلافات بينه وبين القتيل. ولكي يتحقق الأب الكاهن من صدق توبة هذا الإنسان، سأله: لو فرض أن قام هذا القتيل حيا من بين الأموات، ماذا تصنع معه؟ أجاب: أقتله مرة أخرى. حينئذ أدرك الأب الكاهن عدم صدق توبة هذا المعترف، ولم يقبل أن يعطيه الحل عن خطيته، بل وبخه على عدم توبته. فعبارة من أمسكتم خطاياهم أمسكت، يوضحها ما فعله الأب الكاهن إذ أمسك عليه خطيته ولم يمنحه الغفران، ولم يجد أمامه غير أن يخرجه من أمام وجهه، مثلما سوف يفعل السيد المسيح في اليوم الأخير، إذ يقول للأشرار: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. فبنفس مقدار الحب والحنان الذي يجب أن يتعامل الأب الكاهن به مع الإنسان التائب النادم على خطيته، يجب أيضا أن يظهر غضب الله لغير التائب، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإسمهم الذين يحجزون الحق بالإسم. وقد قال السيد المسيح نفسه لليهود: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وقال لهم أيضا: أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطاياكم، حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. وكذلك القديس يوحنا المعمدان قال اليهود: والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجرة، وكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. وإن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفرها لنا، ودم يسوع المسيح ابنه طهرنا من كل خطية. ومن يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. إذا عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير، ومتنسوش تعملوا اشتراك في القناة، وخليكم دايما مع أولاد الملك. سلام، ربنا يكون معكم.